استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر الصغير هذا اليوم الوفود المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2016 والمقام في قاعدة الصغير الجوية. وقد رحب جلالة الملك المفدى بضيوف مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة شاكرا جلالته لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا المعرض العالمي في دورته الرابعة والتي تأتي تجسيدا للعلاقات الطيبة الوثيقة التي تربط البحرين بهذه الدول. وقد أكد العاهل المفدى أن ما حققه هذا المعرض من نجاحات وأن المشاركة الواسعة لكبرى الشركات العالمية المعنية بالطيران بمختلف تخصصاتها عكست المكانة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين وما تتميز به من موقع استراتيجي ومركز مرموق في تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض العالمية واهتمامها بالتطور الذي يشهده قطاع الطيران والملاحة الجوية ومواكبة تكنولوجيا العصر المتطورة. مؤكدا جلالة الملك المفدى على الأهمية التي يمثلها معرض البحرين الدولي للطيران للدول والمؤسسات والهيئات في تطوير وتحديث العلوم والصناعات الجوية المدنية والعسكرية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث ما أنتجته كبرى الشركات الصناعية. وقد أعرب جلالته عن عظيم الفخر والاعتزاز بالإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها مملكة البحرين بفضل سواعد وعقول أبنائها الذين أثبتوا في أكثر من ميدان أنهم قادرون على الإبداع والتميز والمنافسة إقليميا وعالميا. مؤكدا جلالة العاهل المفدى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال عبر تاريخها العريق ملتقى الحضارات والأديان والثقافات وميناء العالم منذ القدم ويعيش الجميع على أرضها بسلام ومحبة وترحب بكل من يقصدها ويعيش على أرضها وأهلها مثلا للكرم والترحيب والتعاون مع الجميع انطلاقا من عاداتهم وتقاليدهم البحرينية الأصيلة. كما أعرب جلالته عن شكره وتقديره لكل الجهود الموفقة التي بذلت لإعداد وتنظيم هذا المعرض وإظهاره بالصورة المشرفة أمام ضيوف البلاد، وخص جلالته بالشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود مخلصة وما أبدوه من تنسيق وتعاون مع جميع شركات الطيران المشاركة وتقديم كافة التسهيلات لها لإنجاح فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير. وتمنى جلالته لضيوف البلاد التوفيق وطيب الإقامة على أرض مملكة البحرين. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مأدبة غداء تكريما لضيوف البلاد وكبار المسؤولين في معرض البحرين الدولي للطيران.